أكون، هل سيخون المدعي سليم؟ يحاولون العثور على قارب لنقل يامور أكهوني الذي يريد الهروب إلى الخارج إلى المكان الذي سيلتقي فيه بالمهربين. بينما ينتظر يامور ورجاله الذين يستخدمون القارب الذي عثروا عليه، يأتي سونار إلى هناك مع رجاله. ثم يأتي القارب نحوهم بسرعة. يخرج سليم كارا من القارب الذي يخافون من اصطدامه به ويأخذهم إلى الشاطئ ويحدق بهم. بمجرد وصوله يبدأ بضرب أكهون. يتدخل يامور بين والده وأكهون ويقنعه بأنه غادر بمحض إرادته. بينما يوصل سليم أبنته إلى المنزل يأخذ أكهون إلى إسطنبول إلى الشرطة. لقد جعل أكهون الذي اتهمه في مركز الشرطة يوقع على الاتفاقية التي أعدها مع مدع عام آخر، وسيتم إبقاؤه تحت المراقبة المنزلية لمدة 3 أشهر. ولكي يقبل ذلك كذب بأن لديه مسدساً في منزله. أكهون يغضب بشدة ويشعر بالإهانة. الكلمات التي يقولها لسليم فعالة. سليم يناقش الوضع مع والدي أكهون. يطلب الرجل من ابنه أن يعطيه الرسالة التي كتبتها له والدته. علمنا أن والد المدعي العام مذنب أيضاً. تم ذكر المدعي العام في جزء من الرسالة. سليم يقرأ الرسالة ثم يأخذ هذا الجزء ويعطيه لأكهون. يخبر الشاب أنه يستطيع البقاء معه، لكنه سيبقى في المنزل مع سوار إلكتروني على ساقه. يقبل أكهون. سليم عندما يعود إلى المنزل مع أكهون يرى أن ابنه من إزمير قد جاء إليه. كانان أيضاً قلقة للغاية لأن ابنها ليس موجوداً. أبلغه سليم على الفور وعاد إلى إزميرة. ومع ذلك عندما لا يزال ابنه يريد البقاء معه يسمحون له بالبقاء مع والده وأكهون في المنزل المجاور. وفي اليوم التالي وضع أصفاداً إلكترونية على يدي أكهون. يمكنه زيارة الموقع، ولكن عند خروجه سيتم إخطار وكيل النيابة. بينما يتجول أكهون ويغمور في الموقع يشعر كان بالغيرة. عندما يخنق أكهون الطفل ويأتي نحوه يكسر كان رأس أكهون بمنفضة السجائر التي وجدها. يأخذه كانان إلى المركز الصحي. من ناحية أخرى لا يستطيع كان أن يتحمل غيرته وتجاهله ويخبر يامور أنهما ينفصلان. في هذه الأثناء يعلم يامور أن كان هو من أبلغ والده عنهم أثناء هروبهم بالقارب. يتصل والد أكهون بالمدعي العام ويخبره أن الشخص الآمن لمنافسه قد عاد إلى تركيا ويقيم مع صديقته في تشيشمي. وبينما كان على وشك إيصال ابنه إلى مدرسة الإبحار، عندما سمع أنه ستكون هناك عملية جراحية أراد الصبي أن يأتي معه. لا يستطيع تحمل إصرارها ويأخذها بعيداً. ثم يذهبون إلى مركز الشرطة. أثناء استجواب الرجل الأسير يسمع الطفل والده ويترك موقفه علامة استفهام في ذهنه. أثناء تواجده في مركز الشرطة يلتقي بصديق محام كان يعرفه يدعى المدعي العام فاتح. ينصح فاتح بعدم العمل كمحامين لرجل المافيا الآمن هذا. وبينما كانت تجتمع مع عائلتها في مطعم زوج أختها في المساء، ترى فاتح يمر وعائلته ترى الرجل وتدعوه لتناول العشاء. علاوة على ذلك، فهو يدرك أن فاتح كان دائماً قريباً من أطفاله وزوجته لمدة 2 عامين. كان يطلب من زوجته أن تترجم. المدعي العام سليم منزعج من هذا الوضع. يعتقد أكهون أن صديقه صاحب المكان هو الذي طلب من المدعي العام مقابلة المهربين. بمجرد وصوله إلى تشيشمي وجد هاتفاً على الفور واتصل بصديقه. ومع ذلك فإن سونار ورجاله مع الطفل. ولاستفزاز الشاب يجبرونه على التحدث بقسوة، بل ويذكرون اسم والدته. انتظر أكهون أمام الموقع، وعندما لم يتمكن من الوصول إليه فعل ذلك ليغضب ويأتي إلى المكان. ينوي أكهون الذهاب إلى هناك عدة مرات. يترجم الألعاب. ومع ذلك فهو يقنع يامور أكهون بقراءة رسالة والدته ثم التصرف. عندما قرأ أكهون الرسالة
اتصل بصديقه وأخبره أنه لن يأتي ويتحدث بشكل شعري، وهذا يثير غضب سونر. وهذه المرة يذهبون إلى شاطئ الموقع بالقارب ويلتقطون الطفل للوصول إلى أكهون. أخذوه إلى مبنى مهجور. بينما يقول سونر إنه سيرمي أكهون في البحر، يتصل والده ويعتذر لأكهون قائلاً إنه لم يكن على علم بهذا الفعل الذي قام به أبنه سونر، ويقدم له عرضاً. يخبرونه أنه يعلم أنه ليس مثل والده، ويطلبون منه البقاء بالقرب من وكيل النيابة وإحضار الأخبار منه. في هذه الأثناء يتصلون بالمدعي العام المركزي الذي يتحقق من الأصفاد، ويخبرونهم أن أكهون غادر الموقع والإحداثيات التي تم العثور عليه فيها، كما أنه يتحرك نحو هناك. أكهون، هل سيخون المدعي سليم؟ يحاولون العثور على قارب لنقل يامور أكهون الذي يريد الهروب إلى الخارج إلى المكان الذي سيلتقي فيه بالمهربين. بينما ينتظر يامور ورجاله الذين يستخدمون القارب الذي عثروا عليه، يأتي سونر إلى هناك مع رجاله، ثم يأتي القارب نحوهم بسرعة. يخرج سليم كارا من القارب الذي يخافون من اصطدامه به، ويأخذهم إلى الشاطئ ويحدق بهم. بمجرد وصوله يبدأ بضرب أكهون. يتدخل يامور بين والده وأكهون ويقنعه بأنه غادر بمحض إرادته. بينما يوصل سليم أبنته إلى المنزل، يأخذ أكهون إلى إسطنبول إلى الشرطة. لقد جعل أكهون الذي اتهمه في مركز الشرطة يوقع على الاتفاقية التي أعدها مع مدع عام آخر، وسيتم إبقاؤه تحت المراقبة المنزلية لمدة 3 أشهر. ولكي يقبل ذلك كذب بأن لديه مسدساً في منزله. أكهون يغضب بشدة ويشعر بالإهانة. الكلمات التي يقولها لسليم فعالة. سليم يناقش الوضع مع والدي أكهون. يطلب الرجل من ابنه أن يعطيه الرسالة التي كتبتها له والدته. علمنا أن والد المدعي العام مذنب أيضاً. تم ذكر المدعي العام في جزء من الرسالة. سليم يقرأ الرسالة، ثم يأخذ هذا الجزء ويعطيه لأكهون. يخبر الشاب أنه يستطيع البقاء معه، لكنه سيبقى في المنزل مع سوار إلكتروني على ساقه. يقبل أكهون. سليم عندما يعود إلى المنزل مع أكهون، يرى أن ابنه من إزمير قد جاء إليه. كانان أيضاً قلقة للغاية لأن ابنها ليس موجوداً. أبلغه سليم على الفور وعاد إلى إزميرا. ومع ذلك، عندما لا يزال ابنه يريد البقاء معه، يسمحون له بالبقاء مع والده وأكهون في